السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنكمل مع بعض موقع لايت استانزا، وده بيديني إمكانية حلوة إن أنا أعمل أناليسز لأي منطقة من ناحية الإنارة، الصناعية. فبقول له مثلا أنا عايز أبدأ ملف فاضي نيو ديزاين، وممكن ترسم بقى شيب مثلا شكل معين أو 2D بوليجن. هو يبدأ يعمل أناليسز للجزء دوت زي كده. واقول له هنا بقى ان انا عايز اعمل، ممكن تيجي هنا تختار جاهزة فروم سيرفيس، واختار مثلا السيرفيس اللي فوق، او ممكن تقول له انا عايز ارسم البوليجن، فهو رسم لك نقط بحيث يبدأ يعمل اناليسيس عليها. واقول له بقى ان انا عايز اضيف لايتنج، ممكن اقول له انا عايز اعمل كرييت، وادي له ملف الاي اف سي اللي انا هشتغل عليه، وبيقول الفاميلي، فممكن اقول له اختار حاجة من الحاجات اللي موجودة ديت، واقول له كرييت، واقول له اد، وابدأ بقى اوزع اهو. وبعد كده هاجي هنا واقول له اعمل الجريد، وبيديني اختيارات نورمال ولا امرجنسي. قول لي طيب، هو بيبدأ يعمل اناليسيس، فانا هروح للسيتنج الاعدادات الخاصة بالبرنامج لايت استانزا. بقول له ان انا عايز مثلا اشتغل بالاس اي او باليو اس، الوحدات بتاعت الانارة، الاكس ولا اف سي، الديفولت بتاع الكسور هيبقى عامل ازاي، لما يجي يعمل الاناليسيس هل يخليها كولر نمبر ولا نمبر بس، لما يدخل الاوتوكاد يخليها زي صورة مثلا، واوتوماتيك ديفولت فيجوال، اوتوماتيك ديفولت ريفليكشنز، اوتوماتيك سيموليشنز يعمل سيموليشن على طول ولا لازم انت تديله الامر. او عمل الاناليسيس ده وتقدر تدوس عليه فيبدأ يظهر لك في قلب الشاشة، وتقدر تتحكم في الحدود بتاعتك هتبقى قد ايه من خلال ان انت تحدد اللاكسس بتاعتك، وتقدر تعمل تشوف قلب الموديل او تشوف الريبورت او تعمل له داونلود زي ما انت عايز. هنا بقى ممكن تتحكم في السكيورتي، في اليوسج، تغير كل الاعدادات اللي انت عايزها لو انت حابب، البروفايل بتاعك، ايديت تيم، ممكن تضيف ناس للمشروع دوت. ده تيم ديتيل، ممكن تعمل invite للناس او ممكن تعمل invite للممبر بتاعتك زي ما انت عايز.